بس حمدي الجيل كمان يعني هو معاه جيل بالتأكيد محترم، بس جيل مش كل اللعيبه فيه بتشارك اساسي مع فرقه رغم ان هم وصلوا 22 23 سنه. احنا اعلى معدل اعمار، احنا اللي جايبين الاخر عند 23 سنه، وحتى اللعيبه الكبار ما خدش الثلاثه اللي هو عايزهم، خد اثنين بس، واسماء كتيره ما نفعتش لكذا ظرف مختلف، ورغم كده هو قادر يوصل بهذه المرحله ان احنا نبقى في صداره المجموعه وبنصعد على حساب المنتخب الاسباني. الحقيقه انا بحييه لانه هو اشتغل في ظروف صعبه. انا مع الاستاذ عز في ان احنا لا نبالغ في الفرحه بالفوز على المنتخب الاسباني، ومع صديق العزيز جمال في انه ده برضو في النهايه اسمه منتخب اسباني. فخير الامور الوسط ان احنا لا نبالغ ولا نقلل. وانما ناخدها دفعه للقادم. لكن انا بقول ان الراجل فعلا اشتغل في ظروف صعبه، وصل بيه الحال لان هو تقريبا في الكواليس كده هدد بان هو يمشي قبل الاولمبياد. لما يعني اتحرم من المطلب الاساسي بتاعه ان هو ياخد الثلاث لعيبه الكبار اللي هو عايزهم. صحيح. هنرجع ونقول ان الانديه مش ملزمه انها تديله اللعيبه دي لانها مش في الاجنده الدوليه. لكن في منتخبات مثلا زي منتخب المغرب تعاون جدا جدا مع المدرب بتاع المنتخب الاولمبي، واداله لعيبه يعني يكفي انه قائد المنتخب هو اشرف حكيم. صح. مثلا سفيان رحيمي اهم لاعب في الزلزولي، سفيان رحيمي لعيبه يعني الواحد الحقيقه شايف ان هم عاملين فرق كبير جدا مع منتخب المغرب اللي انا بتوقع له ان هو يمضي بعيدا في البطوله. صحيح. من حظه ان هو مش في طريقنا لحد المباراه النهائيه. الحمد لله. لا ما نصعد احنا المغرب للمباراه النهائيه باذن الله. فهو الراجل اشتغل لا شك في ظروف صعبه. الاثنين لعيبه اللي خدهم، واحد منهم يعني كلنا عارفين ان النني قيمه كبيره جدا، وراجل مع المنتخب الاول عنده نجاحات وعنده يعني انجازات عملها كتير وتاريخ، ولكن في النهايه مبطل بقاله قد ايه؟ مبطل بقاله فتره كبيره، وما كانش في الحسبان ان هيتاخد النني لو اتاخدوا اللعيبه اللي الراجل عايزهم، وخصوصا محمد عبد المنعم وامام عاشور، واللعيبه دي فعلا كان ممكن تعمل فرق مع المنتخب. وفي مصطفى محمد اصيب، وفي مصطفى محمد تريزيجيه ما ينفعش بالظبط. النادي بتاعه رفض حتى كمان قبل الاصابه، كان النادي بتاعه رفض ان هو يلعب محمد صلاح. طبعا قيمه كبيره جدا لو ليفربول وافق. يعني تخيل يا كريم لو المنتخب الاولمبي ده معاه محمد صلاح، معاه امام عاشور، معاه محمد عبد المنعم، اعتقد كان ممكن يفرق عن كده كتير. فالراجل او تريزيجيه، فالراجل اشتغل في ظروف صعبه لا شك. ان هو يتصدر مجموعه فيها اسبانيا فدي حاجه تحسب له، وانا بقول ان هو اشتغل في ظروف صعبه. نتمنى بس ان شاء الله ان هو يكمل الى نصف النهائي على الاقل باذن الله.